وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة النائب جميل ملا حسن. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. بداية، هل تحدثنا عن أهمية يوم الشرطة البحرينية ودور الشرطة في حماية وخدمة المجتمع؟ بداية، تكمن أهمية يوم الشرطة في أنه يمثل مناسبة للتعبير والامتنان والتقدير لرجال الشرطة البواسل، والتعبير والامتنان لدورهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقرار الوطن. كما أشيد بعطاءات رجال الشرطة البحرينية التي تمثل مصدر تقدير واعتزاز لجميع المواطنين والمقيمين الذين ينعمون بالأمن والأمان، بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية. كما أود أن أوضح أن يوم الشرطة في مملكة البحرين يعد مناسبة مهمة لإبداء التقدير والامتنان للدور الوطني الذي تقوم به الشرطة ورجالاتها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية وصون المكتسبات الوطنية التي شهدتها مملكة البحرين في شتى المجالات في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. كما أشيد بدور وزارة الداخلية وجميع منتسبيها، حيث كانت دائما سياج أمن وأمان، وأن اليوم هو فرصة لأن يقول لهم الجميع شكرا على عطائكم وتضحياتكم التي تسهم في بناء نهضة الوطن وتحقيق التطلعات. نعم، سعادة السيد جميل ملا حسن عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.